بسم الله على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام. انطلاقت الشوط الخامس من مشاركة 9 جياد للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة الخامسة. هذا الشوط مخصص للخيال القطريين فقط لمسافة 1700 متر. التقدم والاندفاع نشاهد من خلال رقم 7 مع 6 جان مع المدرب حسن المطوي ملك السيد محمد حسن المطوي وتواجد الخيال صالح فرج العتيبي. في المركز الثاني شعار السيد فالح العجمي من خلال ويمس وير في المركز الثاني وكوبرا كاي رقم 4 كذلك ضمن المراكز الأولى. في المركز الرابع نشاهد وإياكم رقم 8 رين برانسر مع المدرب عويضة سالم الهاجري ملك السيد ناصر الهاجري وأرنو دوربلين في المركز الرابع. أيضا محاولات قوية من خلال لوك أنداغر رقم 2 مع المدرب محمد الغزالي ملك السيدة فاطمة بن سلطان الدوسري وتواجد الخيال سلمان الهاجري. الجياد تقترب من المنعطف قبل الأخير في الشوط الخامس. لازلنا نشاهد 6 جان رقم 7 مع المدرب حسن المطوي وتواجد السيد محمد حسن المطوي والخيال صالح فرج العتيبي في المركز الأول. الآن تقدم من الجهة الخارجية كوبرا كاي رقم 4 مع المدرب محمد الغزالي ملك السيد فالح العجمي والخيال متعب علي الصعاق المري. محاولات أيضا من كلوك الداغر من الجهة الخارجية للسيدة فاطمة الدوسري وسلمان الهاجري والخيال والمدرب محمد الغزالي. أيضا محاولات قوية من بقية الجيادة بعد الانعطاف الأخير. هنا الخط المستقيم يبدأ الإعاز والتوجهات نحو الخط النهائي. نشاهد كايكونا مع تواجد المدرب ديبور مونتن وملك المهندس حسن عبد الملك في الصدارة ومحاولات قوية من بقية الجيادة. أيضا أيام جوكينج ضمن المقدمة متابعة تأتي من رقم 2 كلوكان داغر ولكن كايكونا إلى المركز الأول. من الجهة الخارجية تأتي التحركات ولكن المهندس حسن عبد الملك إلى المركز الأول والصدارة في الشوط الخامس. And the official results of the fifth race of the evening, the winner horse number 3, Kaykona, Al Majrin Hassan, Ali Abdel Malik, Trainer Debbie Mountain, ridden by Pranil Kharad. Second horse number 6, Waymis Ware, Al Musafala Suwaid Al Ajmi, Trainer Mohamed Al Ghazali, ridden by Khadija Abdel Wahid. Third horse number 2, Cloak and Dagger, Al Musafaz Mohamed Sultan Al Dosri, Trainer Mohamed Al Ghazali, ridden by Salman Fahd Al Hajri. Fourth horse number 1, I Am Joking, Al Musabarak Ali Al Naimi, Train Mohammed Al Jahani, ridden by Abdullah Rashid Al Hajri. And in fifth place, horse number 8, Rain Prancer, Al Musab Nasir Weda, Salam Al Hajri, trained by Weda Al Hajri, ridden by Arnaud Delapine.